أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم. أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وحنتناول خلال هذه الحلقة قضية سحب ترخيص قناة الجزيرة مباشر والتوقف النهائي لصحيفة الحداثة. وللوقوف على تفاصيل قرار سحب ترخيص قناة الجزيرة مباشر ومدى قانونيته، حنستضيف الأمين العام السابق لمجلس الصحافة والمطبوعات الأستاذ حسام الدين حيدر. أول حاجة، القرار بتاع إغلاق مكتب قناة الجزيرة ده ما قانوني طبعا، ما عنده أي سند قانوني ومخالف لقانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009، لأنه المجلس القومي للصحافة والمطبوعات هو المعني بالترخيص والتصديق والإشراف وتنظيم عمل وكالات الأنباء والقنوات والصحف وما إلى ذلك، وهو مستقل طبعا عن وزارة الثقافة والإعلام في ميزانيته أعماله صلاحياته وسلطاته كلها. يعني حتى وزير الثقافة والإعلام مثلا هو بيشرف على المجلس فقط إشراف أمام مجلس الوزراء. في زمن البهير طبعا المجلس كان بيتبع لرئاسة الجمهورية بموجب القرار 70 بعد الثورة. المجلس أصبح أو قبل الثورة حقيقة، يعني لأنه في مارس 2019 بقى يتبع لمجلس الوزراء، وحتى كان الوزير المختص هو وزير وزارة شؤون مجلس الوزراء في فترة قبل سقوط الإنقاذ. بعد سقوط الإنقاذ بقى يتبع لمجلس الوزراء طبعا اللي بيشرف عليه والوزير المختص اللي هو وزير الثقافة والإعلام بموجب القرار 104 لسنة 2001. بالتالي وزارة الثقافة والإعلام ما عندها أي ولاية ولا أي حاجة بأعمال المجلس، يعني هم تقوم مقامه في أداء الأعمال، فبالتالي ده قرار مخالف للقانون أساسا، ما عنده أي سند قانوني يستند عليه ولا من سلطات وزارة الثقافة والإعلام. يعني حتى لو كان في وزير بما من سلطاته وصلاحياته، وبالتالي الأمر يسرع على الوكيل. أضف لذلك أنه الأمين العام لمجلس الصحافة والمطبوعات الصحفية هو أعلى درجة من الوكيل نفسه، يعني يفترض أنه عنده قانون خاص وعنده وضعيته التنفيذية وكذا. بموجب المادة 7 البند 2، المجلس القومي للصحافة والمطبوعات هو مجلس مستقل في أداء أعماله وأزمته، ما بيتم التدخل في اختصاصاته من الوزير المختص ولا من وزارة الثقافة والإعلام. أضف لذلك أنه القرار ده معيب تماما، وهو امتداد للتعامل بتاع السلطات الإنقلابية مع المؤسسات الصحفية والصحفيين. خلال الفترة اللي فاتت تم اقتحام عدد من مكاتب القنوات والصحف حتى في الأيام الأولى للانقلاب من صحيفة الديمقراطي. قبل أقل من شهر تم منع الصحف من أنها تطبع بحجة إنه الكباري هتكون مغلقة بسبب الإعلان للمواكب. الخميس الفات تم ضرب عدد من الصحفيين ومحاولة دهسهم بعلامات دفع رباعي، كذلك اعتقال طاقم قناة التلفزيون العربي. دي كلها مؤشرات سيئة جدا لوضعية الإعلام والمؤسسات الصحفية والإعلامية والتعامل معها ما بعد انقلاب 25 أكتوبر. طيب، رأيك شنو في الحيثيات اللي استندت عليها وزارة الثقافة والإعلام لسحب ترخيص مكتب الجزيرة مباشر؟ طبعا هي ما استندت على أي حاجة، يعني ما في أي حيثيات. يعني الحيثيات دي اللي بيقرر فيها وبيبدو الرأي حولها وبيستند الاستناد القانوني هو المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية اللي هو الأمين العام للمجلس. يعني فبالتالي الحديث عن إنه هم استندوا أو حيثيات، هو في حيثيات أساسا. يعني القرار بيتكلم عن إنه مخالفة العرف المهني، وإنه في ألفاظ نابئة ظهرت في البث المباشر، ودي في البث المباشر متوقع، يعني متوقع انه في بث مباشر يعني تطلع حاجه زي دي. يعني حتى تلفزيون السودان قبل كده في شخص تحدث بمصطلح زي ده. يعني انا ما ببرر للموضوع، لكن ما في حيثيه موضوعيه استند على القرار ده في جانب،
ولا في اي حيثيه او استدلال قانوني بنى عليه القرار يعني. فعشان كده انا بقول انه القرار ده ما عنده اي سند، لا قانوني ولا سند موضوعي ولا اي حاجه. لو كان صادر من المجلس القومي للصحافه والمطبوعات الصحفيه كان ممكن يستند على مواد مثلا، كان ممكن يستند على المواد ويستند على لائحه تطوير العمل الصحفي لسنه 2013، ودي ذاتها كان بتكون مبرره يعني، وكان بيكون عندها تبريره القانوني. وحتى ذات المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية لا يستطيع أنه يوقف صحيفة أو قناة أو وكالة بدون ما يكون في مخالفة قانونية واضحة يعني. قرار وزارة الإعلام ما مستند على أي أساس قانوني يعني، لأنه هو فعلا ما من اختصاصه وما من سلطاته. يبدو أنه تناسوا مثلا أو نسوا أو تجاهلوا أنه في قانون للصحافة والمطبوعات الصحفية هو المعني بتنظيم عمل الوكالات ومكاتب القنوات الأجنبية. طيب في تقديرك الدوافع شنو في إيقاف المكتب وسحب الترخيص في هذا التوقيت؟ لا طبعا في حاجة، إذا إحنا حدثنا على السؤال ده ما ممكن نقول برضو الدوافع شنو إنه يقتحموا عدد من مكاتب القنوات يعني، ويتم الاعتداء على المراسلين والعاملين فيها يعني. فبرضه ده احنا ممكن نسال السؤال ده الدوافع شنو؟ ما هو كل المساله دي مترابطه مع بعض يعني. واضح ان في انزعاج من السلطات الانقلابيه من التغطيات اللي بتقوم بها القنوات دي يعني. والامر ده حصل في 2019 من المجلس العسكري اللي كان فيه نفس التغطيات الموجوده الان في المجلس الانقلابي الموجود الان يعني. فبالتالي واضح انه السلطه الانقلابيه بتضيق ذرعا بعمل الصحفيين والمؤسسات الصحفيه والاعلاميه في انه تقوم بمهامها. فدي هي الدوافع الرئيسيه يعني، خصوصا انه الراي العام الان اللي شكلوا مطالب السودانيين التواقين للحريه للسلام والعداله وللتغيير السلمي للسلطه، وايضا الرفض للانقلاب وبناء دوله مدنيه ديمقراطيه حديثه ودوله مؤسسات ودوله مواطنه. فبالتالي الراي العام بتشكله القوى الثوريه والقوى الحيه الموجوده في الشارع من لجان مقاومه من احزاب من اجسام مهنيه ونقابيه. فبالتالي من مصلحة السلطة الانقلابية انه اي مؤسسة بتعكس ما يحصل وما يحدث في الشارع انه ما تكون موجودة. لكن الى متى سيستمر ذلك يعني؟ اذا كان قبل فترة اقتحموا مكاتب القنوات وحاولوا يرهبوا العاملين فيها، الان بيغلقوا مكتب قناة، لا اعتقد انه الامر حيستمر كثير يعني. في النهاية وفي كل الاحوال الانقلاب اساسا اتهزم، الانقلاب الان في رمقه الاخير، والمتبقي فقط اعلان نهايته دي بالشعب من خلال مواقفه السلميه، من خلال قيام الصحفيين بدورهم وواجباتهم المهنيه في نقل الحقيقه ونقل الحقائق. ننتقل الان الى الاستاذ شمس الدين ضو البيت، رئيس تحرير صحيفة الحداثة التي أعلنت توقفها النهائي عن الصدور. وفي البداية بنقول له مرحبا بك يا أستاذ في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا أسباب القرار. في الحقيقه اللي احنا الجريده الصحيفه بتاعتنا في الاصل اول صدور ليها كان في الذكرى الاولى للثوره يعني في ديسمبر 2019، كان عندنا موقف رافض للصدور اثناء الفتره بتاعت حكم البشير، لانه كنا شايفين انه يعني واضح جدا انه الاوضاع في مجال حريات النشر والتعبير وحريات الصحافه كانت محدوده جدا، كان في تدخلات مستمره من الاجهزه الامنيه وغيرها، وبعدين كان في محاربة بالإعلان، وبعدين في محاربة بالرقابة القبلية، ثم بعد ذلك بالرقابة البعدية والمصادرة بعد النشر وكده بغرض تسبيب أكبر خسائر للمؤسسات الإعلامية. فده خلانا إنه ما يعني ما نصدر، بالرغم من إنه الفكرة كانت موجودة، ما نصدر وننتظر حتى تأتي ظروف مناسبة، وجات الظروف دي بثورة ديسمبر. ففي الذكرى الأولى لثورة ديسمبر صدرت جريدة الحداثة، وهي جريدة كانت جريدة غير ربحية بتصدر عن مؤسسة دار الحداثة، وكان العائد المادي والمعنوي كله بيرجع للصحفيين
والعاملين فيها. والخط بتاعه كان داعم، ان يعني الشعار بتاعه كان صحافه من اجل صحافه سياسيه في مقام الثوره السودانيه، مهنيه لابعد الحدود، وبعدين معالجه القضايا بتاعت الانتقال، قضايا الانتقال السبعه وقضايا التاسيس السبعه للدوله السودانيه مع المجموعات الجديده، القوى الجديده للثوره اللي هم المراه الجديده والشباب الجديد وقوى التغيير بالريف. ده كان محور عمل جريدة الحداثة. آخر عدد طلع كان يوم 25، اللي هو ده كان مشى للمطبعة للإنقلاب، وكان صبيحة 25 وصل المكتبة، لكن كان مفارق تماما لما كان يحدث، يعني اللي هو لما حدث اللي هو الإنقلاب. بدءا من أول يوم في الإنقلاب جاءت الأخبار بأنه تم اعتداء واحتلال لصحيفة الديمقراطية اللي احنا بنعتبرها الصحيفة التوأم لصحيفة الحداثة، من منطلق تقارب الرؤية السياسات التحريرية والدعم للثورة والدعم، يعني من الأول احنا كنا واضحين، ويعني كنا واضحين في أنه قلنا موضوعنا احنا لسنا محايدين عندما يتعلق الأمر بالديمقراطية، حقوق الإنسان، حرية التعبير، الحق في الحياة، الحق في التجمع والتظاهر وهكذا والنشر كده. نحن منحازين تماما لهذه القضايا، ومهنيتنا هي في انحيازنا لقضايا الحريات ولحقوق الإنسان وللديمقراطية، فنحن ما محايدين فيما يتعلق الأمر بالخيار بين الانقلاب والديمقراطية وحقوق الإنسان. ولكن ما شاهدناه إنه تم بدأ الاعتداء واحتلال مقار الصحف، وبدأ الاعتقال الصحفيين، بدأ التهجم على دور وكالات القنوات التلفزيونية، بدأ تغيير، يعني صدرت قائمة بإيقاف عشرات الصحفيين والإعلاميين اللي وقفوا ضد الانقلاب في التلفزيون، وبدأ الاعتداء الجسدي ونهب ممتلكات المؤسسات الصحفية والإعلامية، وأجواء بصورة عامة وضرب الصحفيين وتسبيب الأذى الجسيم لهم. وبصورة عامة المسألة دي كانت كل يوم بتزداد حدتها وبتزداد شراستها، وكان واضح جدا انه المستهدف بها هو اسكات كل الاصوات المنحازه للديمقراطيه، الرافضه للانقلاب، المنحازه لحقوق الانسان، المنحازه لتطلعات شعبنا، انه واضح جدا انه ده الاتجاه العام، واللي بيزداد كل يوم شراسة وبيزداد كل يوم تضييقا على هذه الحريات. فإحنا بعد علقنا الصدور بعد يوم 25، ورأينا أنه ناخد فترة نراقب فيها الأوضاع ونشوف أنه اتجاهات الأمور بصورة عامة. والآن بعد 3 أشهر من الإنقلاب وضح أنه مساحات النشر ومساحات حرية التعبير ومساحات حرية الصحافة والحريات الإعلامية بتضيق يوميا، حريات العمل العام بتضيق يوميا، ونحن بنشاهد أسبوعيا أو أكثر من مرة في الأسبوع قتل المتظاهرين السلميين في الشوارع وبالرصاص الحي، وتضييق على والاعتقالات وتسبيب الأذى الجسيم. من هذا المنطلق يعني علمنا أنه لا توجد أي مساحات منقدر نشتغل فيها من أجل تحقيق الأهداف بتاعتنا اللي من أجلها صدرت صحيفة الحداثة، وزي ما قلت إنها هي الدعم، كانت هذه الأهداف هي دعم الثورة بمهنية ودعم تطلعات شعبنا بنفس القدر، ومعالجة قضايا الانتقال ومعالجة قضايا التأسيس، وإن هذه المسائل كلها لم يعد من الممكن تحقيق أي أهداف فيها، تحقيق أي إنجازات فيها. وبالتالي كان القرار من إدارة الصحيفة إنها تتوقف نهائيا عن الصدور وتوفق أوضاع الصحفيين بتاعنا. طيب، في آراء بتشوف إنه كان الأولى الاستفادة من مناخة أو من الهامش المحدود في الحريات الصحفية،
هو الصدور، وبدلا من ترك الساحة للإعلام الزائف والذي يزيف الحقائق، تعليقك شنو؟ ما في هذا الهامش يعني، ما هو انت الظروف اللي انت بتشتغل فيها هي بتضيق، مش يعني تضييق للهامش بس، هي في الحقيقة بالأهداف بتاعتنا اللي احنا عايزين نحققها غير ممكن تحقيق هذه الأهداف. يعني لا يمكن دعم الديمقراطية، ولا يمكن دعم حقوق الإنسان، ولا يمكن دعم الثورة بالصورة اللي احنا كنا بنخطط لها، لا يمكن دعمها في ظل هذه الظروف، في ظل ظروف بيتم فيها الاعتداء اليومي على الصحفيين، بيتم فيها تسبيب الأذى الجسيم لهم واعتقالهم ومصادرة ممتلكاتهم ونهبة. دي ما أجواء، أنا ما أفتكر إنه أجواء أنت إذا يعني أقرب إلى إنك أنت بتبيض وجه النظام بإدعاء وجود هو الحداثة شغالة، الصحف يعني شغالة، أكثر من إنك أنت تخدم قضايا التحول والتغيير والديمقراطية وحقوق الإنسان. فالمسألة ما مسألة بتاعت إنك أنت لازم تنتظر عشان تحصل لك نفس الحاجات اللي حصلت لصحف أخرى. ما هو نحن عندنا دليل إنه تم احتلال جريدة الديمقراطي، احتلالها وتكسير المعدات بتاعتها ومطاردة صحفيين. يعني ما هو دي رسالة لكل زول ماشي في نفس الخط. فكونك انك انت تقول والله انا انتظر عشان يحصل لي ده، بس انتظر عشان يحصل لي ده وتتحقق وتحصل نفس الخسائر وكده، انا بفتكر انه يعني لانه المساله ما مساله بتاعت جست ابراء ذمه، ابراء ذمه يعني والله انا اشتغلت، لا، الغرض المساله هي تحقيق اهداف دعم الثوره، دعم الديمقراطيه، دعم حقوق الانسان، دعم حريه النشر. فلا توجد دلوقتي في هذا الظرف، لا توجد مساحات لدعم وتطوير هذه الحقوق الا بتضحيات كبيره يعني في غير ممكن غير متاحة لصحافة هي في السودان أصلا بتعاني مشكلات كثيرة جدا. في ختام هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم بنشكر كل من الأستاذ حسام الدين حيدر الأمين العام السابق لمجلس الصحافة والمطبوعات، والأستاذ شمس الدين ضو البيت رئيس تحرير صحيفة الحداثة، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.